اخونا محمد انس {وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فأسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل لا أُصِلها من نخيلٍ. من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها لكم فيها فواكه الفاء الفاء يا أخي اضغط عليها قليلا لكم في فوا فا فو في لابد أن صوت الفاء يصل إلى أذن السامع يا. لكم فيها ضعيفه يا حبيبي قل مثلي اف اف اف, أف... ايوه لكم في فوا يلا لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تنبت تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. بارك الله بك يا اخ محمد اخونا فهيم نواز اعوذ بالله من اخي اخي فهيم التعوذ اذا كنت اول واحد في المجلس تتعوذ جهرا ثم اذا اتاك الدور تتعوذ سرا وتتابع تمام حتى لا تنقطع التلاوه، وضح اخواني؟ نعم. البسملة اذا مثل التعوذ اذا كان في اول السورة لابد منها في اول السورة لابد منها في وسط التلاوة ما يبسمل حتى لا تنقطع التلاوة فقال الملأ الذين كفروا من قومه. ما لا 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 يا أخي ماذا قالوا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا قالوا؟ ما هذا؟ ما يصح أن تبدأ ما هذا؟ هذا كلامهم هم فحاول املأ صدرك بالهواء ثم اقرأ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر إلا بشر مثلكم إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ وَلَوْ شَاءَ الله لا أنزل لا 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 أنزل لا أن ليس لا أن ما في تفخيم هنا لا أنزل أن أن ها أنزل لا ليس أن آه هذه مفخمة التفخيم لازم يكون حرف حروف خص ضغط انقذ ما في أن أنزل لا ان تحت تحت هذه مفخمه هذه ما تصح عليك ان تتدرب عليها لانزل لا. ان ايوه ولو شاء الله لان أنزل ملائكةً ما سمعنا بها، ما سمعنا بهذا، ما ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إلا رجل به جنة فتربصوا به فتربى فتربى با ما يصح با جنة فتربصوا به به قل قل به به أيوه فتربصوا به حتى حين يلا فتربصوا به لا الواو فتربصوا به فتربصوا به حتى حين قال رب صرني بما كذبون بارك الله بك مبشر مين اسمه مبشر انت يلا جعفر فين جعفر محمد طيب بعده فاوحينا مره ثانيه مره ثانيه فأوحينا إليه عن فأوحينا إليه عن الفلق بأعيننا بأعيننا ووحينا بأعيننا ابني ابني فبأع بأعيننا بأغيننا فوحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلق فيها من كل زوجين من كل زوجين من كل زوجين من كل زوجين اثنين فاهلك لا واهلك 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 الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون بارك الله فيك يا زعفر. محمد عاشق فينه? اخوك محمد عاشق? مين محمد عاشق? انت? طيب بعده. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي ندي ونجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي مرة ثانية مرة ثانية وقل ربي وقل رب أن سمعت يا فهيم أه؟ أنزلني وليس أن أه؟ أه؟ مرة ثانية انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك لايات وان كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة (وأترفنا.) ما في وقف يا اخي، وكذبوا بلقاء الاخرة. وكذبوا بلقاء الاخرة، وأترفناهم في الحياة الدنيا. في الحياة. في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون. بارك الله فيك. يلا محمد عاشق. محمد جابر، فين محمد؟ يلا بعده ها. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعظكم أنكم إذا متم وكم وكنتم ترابا وكنتم ترابا وعظاما أئنكم لا لا مو أئنكم أنكم أي عيدكم وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من لا لا تقلقل الهمزة أنشأنا شأنا ولا تقول شأ شأ هذه خلقلة ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين بارك الله مين الآن؟ جابر؟ محمد جابر؟ محمد الطيب فين محمد الطيب؟ بعده أنت ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون هذه تترى على وزن فعلى على وزن فعلى من العرب من ينونها فيقول تترا ومن العرب من لا ينونها فيقول تترا انتبهنا كيف وجاءت في القرآن عند بعض القراء منونة وعند بعضهم غير منونة حفص رحمه الله صاحبنا يقرأها ماذا تترا لذلك فوق الراء لو نظرتم تجدون بأن فوق الراء فتحة واحدة. ولكن قد تجدون في بعض القراءات الأخرى ايش؟ تترًا عليها تنوين. تبهنا؟ وعلى كلا القراءتين نقف عليها ايش؟ تترى. تبهنا؟ أما الذين نونوا فإذا وقفنا تترى يكون هذا المدمد عوض. وعلى رواية حفص ومن كان مثل حفص تكون ألف عادية على وزن فعل. تمام كلما جاء أمة الرسول وكذبوا فأتبعنا ثم فأتبعنا 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 بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وامه ايه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. بارك الله بك. أنت محمد جابر؟ طيب الآن محمد الطيب يلا. يعني فيروز فين فيروز؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ابني يا ابني من الطا من الطا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. 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 لا ابني ابني الو أح أح قول أح. أح ح ح حو حي لا ليس هي حي حي طيب تتدرب عليها أه؟ أح ح حو حي أح ح حو حي صالحا صالحا إني إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة 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 واحدة, 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 واحدة لا الأخيرة ها وا واحدة واحدة أيوة وأنا ربكم فاعبدون. وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. كل حزب. كل حي. كل حزب بما لديهم فرحون. 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 فذرهم في غمرتهم حتى حين حتى شو طلعوا له الحقات كلهم مسكينه حتى حين حتى حين نعم ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله،, الله 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 ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون بارك الله فيك فيروز محمد أنيس أو أنيس فين محمد ايش أنيس طيب يلا يا فيروز والذين يؤتون ما لا تخلق الهمزه يا فيروز يُؤْتُوا يؤتوا ولا تقل يؤ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يصارعون في الخيرات وهم لها سابقون طيب. ما معنى وهم لها سابقون سؤال للجميع اللي بيعرف يرفع ايده اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللي بيعرف يرفع ايده اللي ما بيعرف يسكت نصف العلم لا ادري نصف العلم لا ادري لا انا عم بسال على معنات وهم لها سابقون ما معنى هم لها سابقون ما وضح سؤالي أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ما معنى هم لها سابقون أيوة ارفع صوتك أيوة وهم لها سابقون وهم لأجلها سابقون وهم لأجلها سابقون لأجلها لأجل ايش؟ لأجل الخيرات طيب سابقون لمن؟ سابقون إلى الجنة طيب جيد يعني هي لها هنا يعني ليس هم يتسابقون مع الخيرات هم لا يتسابقون مع الخيرات ويسبقونها ها؟ أه؟ وإنما هم يسارعون إلى إلى أولئك يسارعون في الخيرات يعني في فعل الخيرات وهم لأجل هذه المسارعة سابقون لغيرهم ممن لم يسارع عرفتوا كيف؟ أولئك يسارعون في الخيرات يعني يسارعون في عمل الخيرات وهم لأجلها وهم لها لها أي لأجلها لأجل هذه المسارعة سابقون سابقون لمن؟ مو للخيرات سابقون لغيرهم ممن لم يسارع في الخيرات كما يقول احدنا لاخيه فعلت هذا لك ما معنى لك؟ من اجلك فعلت هذا لك يعني فعلت هذا من اجلك انتبهنا وهم لها سابقون يعني وهم من اجلها الضمير من راجع للمسارعه او او للخيرات اما للمسارعه واما للخيرات سابقون سابقون للذين لم يسارعوا واضح اخواني